السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن تدريبات عن زمن المضارع البسيط. الأسئلة والتدريبات دي لو أنت عرفت تحلها يبقى أنت كده فهمت الزمن ده هو. So let's start. Choose the correct answer from A, B, or C. What time the lesson start? What time the lesson start? الاختيارات ايه؟ What time is, do, does, are. انت هنا هتبص للجملة. طيب انا ما ينفعش اخد is. ليه ما ينفعش اخد اس؟ عشان انا باخد اس دي هي لو بعديه الفعل في اي ان جي او جاب لك صفر. وات تايم دو ذا ليسن، ذا ليسن مفرد ما ينفعش دو. وات تايم داز ذا ليسن ستار، عشان كده الاجابه الصحيحه عندي هتكون داز. وات تايم داز ذا ليسن ستار. عرفت ما ينفعش ليه اس وما ينفعش ليه دو وما ينفعش ار؟ هي اللي هتنفع هنا داس، عشان ده زمن مضارع بسيط بيعبر عن جدول معين. هو هنا بيسأل عن ميعاد. Question number 2. The library at 8:30 in the morning. The library at 8:30 in the morning. The library open is opening. Opening. Opens. فكر في الإجابة كده وقول معايا. تعال امسك من الأول. Open هنا ما تنفعش، أنت library مفرد. فأنت علشان تاخد the library يبقى كده أنت عايز الفعل في اس طبقا للكلام اللي قلناه في الفيديو اللي فات بتاع المضارع البسيط. Is opening ده مضارع مستمر. Opening ما تنفعش خالص. هي الإجابة الصح عندك تبقى opens. ليه اوبنز؟ انت هنا بتتكلم عن ميعاد، وانا قلت بستخدم المضارع البسيط في الجداول والمواعيد. طيب المضارع البسيط لما يكون الفعل مفرد زي ذا لايبراري بحط الفعل اس. Question number 3. When does his plane space in Cairo arrive. فاكر في الإجابة كده؟ ها؟ arrives arriving arrive arrive. الإجابة arrive. ليه arrive يا مستر هنا؟ لأن أنت عندك، أنا قلت لك لما تيجي تعمل سؤال بـ WH question ويكون عندك do أو does، أنت بتجيب الإنفينيتيف، بتجيب المصدر يعني الفعل بدون إضافة، فعشان أقول arrives هنا عشان أنت عندك إضافة الإس. ده سؤال. arriving ما تنفعش خالص، arrived ما تنفعش خالص نهائي خالص، اللي بتوز بجيب بعديها المصدر. Question number 4. The train to Luxor in 5 minutes. The train to Luxor، القطار رايح لوكسور in 5 minutes. Leave are leaving leaves leaving. ها فكر في الإجابة كده وحاول تعرف الإجابة لوحدها. الإجابة leaves. The train to Luxor leaves in 5 minutes. القطار إلى الأقصر يغادر في خلال 5 دقائق. طيب ليه خدت leaves؟ ما خدتش leave، أنت فعل عندك مفرد، ما أنت عايز الفعل leaves. طيب ليه arriving ما تنفعش؟ ده جدول أو ميعاد فما ينفعش تستخدم معاه المضارع المستمر. leaving ما تنفعش خالص لوحدي. طيب she space work hard. She isn't. She don't. She doesn't. She hasn't. ها عرفت الإجابة لوحدك؟ الإجابة هتبقى 3 2 1 doesn't. ليه أنا هنا خدت doesn't؟ نمسك الاختيارات من الأول. isn't ما تنفعش خالص هنا عشان أنا قلت لك verb to be هتجيب بعديه صفة هتجيب بعديه الفعل في ING. don't ما تنفعش عشان خاطر الفعل عندك مفرد، فأنت لازم تاخد الفعل اللي فيه اسم او النافي بتاع
she doesn't. Work hard. Work hard. يبقى ما ينفعش اخد hasn't برضه لان ده حاجه ثاني خالص اسمها مضارع تام انت لسه ما خدتهاش. He is looking forward to his grandmother. He is looking forward to his grandmother. He is looking forward to meet, to meet, to meeting, to meet. Okay. فكر في الإجابة. الإجابة الصح هتبقى meeting. ليه meeting؟ ليه؟ meeting علشان looking forward to. التعبير ده الإكسبريشن ده على بعضيه كده بجيب بعديه فعل في I N G بستخدم معاه الجيران. The train space 6 hours. The train space 6 hours. Usually takes. الإجابة الصح حاول تعرف الإجابة الصح. ها 3 2 1. Usually takes. ليه usually takes يا مستر؟ أنت عندك الترين ده مفرد يعني أنت عايز فعل فيه اسم، وعندك يوجوالي ظروف التكرار بتيجي قبل الفعل الاساسي، ظروف التكرار قبل الفعل الاساسي. وبعد فيرب تو بي ظروف التكرار اللي هي always, usually, often, sometimes, never, scarcely, hardly. دول بيجوا قبل الفعل الاساسي، الفعل الاساسي عندك تكس وانت عايز ظرف التكرار قبله. اوكي. يلا ننتقل الى correct the underlying word. صح الكلمه اللي تحتيها خط. What time the train arrive in Aswan? What time do the train arrive in Aswan? انت هنا عندك train هنا مفرد، وانت هنا بتحكي في زمن المضارع البسيط، يبقى انت هتحوش do دي حاطط does عشان هو هنا بيسأل عن ميعاد أو جدول. The train don't stop at Malawi. The train train مفرد يبقى ما ينفعش آخد don't، يبقى أنا عايز آخد إيه؟ doesn't. القطار لا يتوقف في Malawi. The first lesson is starting at 8 a.m. الدرس الأول هيبدأ الساعة 8 أو الحصة الأولى هتبدأ الساعة 8. انت هنا بتتكلم في ميعاد، احنا قلنا مضارع البسيط بس مع جداول والمواعيد، يبقى انت هتدي حاجه از ستارتنج وهتخليها ستارتس بس كده عشان ذا ليسن الكفر. He doesn't play squash at the weekend. He doesn't play squash at the weekend. الفيديو اللي فات انا قلت في المضارع البسيط don't و doesn't بجيب بعديهم المصدر، يبقى انت هنا مش عايز بليز، عايز بلي بس، حوش الاضافه بتاعتك. Which day number 5. Which day does the exception open? Which day does the exception open؟ المفروض طبعا هي معموله هنا صح؟ المفروض تبقى دو واحنا نصححها ونخليها ايه؟ does. My sister's birthday be on Tuesday. My sister's birthday ما ينفعش اقول be verb to be في المضارع بقسم am is or am I is he she it where are they we you. عندك my sister's birthday ده مفرد هتاخد is، يبقى my sister's birthday is on Tuesday. Number 7. The next train المضارع القادم come in 25 minutes. القطار القادم القطار الجاي هيجي في خلال 25 دقيقة، ده ميعاد عندك، يبقى أنت ما كنتش هتاخد قام دي عشان ده المصدر والترين هنا ده مفرد، يبقى أنت كده هنا لازم تحط الفعل اس، يبقى ذا ترين كومز ان 25 minutes. She never arrived late. She never arrived late. الخيال ده برضه احنا عرفنا ان نيفر لا تؤثر على الفعل اللي بعديها بعكس دونت ودزنت. دزنت بتأثر على الفعل الخليفة في المصدر، لكن نيفر لا تؤثر على الفعل، فالمفروض ان انا اصرف ارايف مع شي، يبقى احط الارايف اس، يبقى she never arrives late. Water is boiling. Water is boiling when it's heated. الماء يغلي عندما تسخن. طيب الجمله دي حقيقه، الماء تغلي عندما تسخن. وقلنا احنا من استخدامات المضارع البسيط ان هو يعبر عن حقائق، فمش هينفع استخدم
present continuous المضارع المستمر وهتبقى boils. Water boils when it's heated. What does they eat for breakfast? What does they eat for breakfast? لاحظ معايا أنا بقول does they. Does they هل دي صح does they؟ لا ما تنفعش خالص does they. They يبقى do. يبقى what do they eat for breakfast? What do they eat for breakfast?